في رحاب أحد بساتين غوطة دمشق تنطلق هذه الأيام رحلة إنتاج قمر الدين الذي تتفرد بإنتاجه مدينة دمشق وريفها منذ مئات السنين. فبعد أن تتزين الغوطة بثمار المشمش تبدأ المعامل بالتنافس لشراء أكبر قدر من هذه الثمار الفريدة لصناعة قمر الدين الشامي العريق الذي أهدته سوريا للعالم. أول عملية بنقوم بتوريد المشمش الكلابي الجيد إلى مكان العصير، بعد منها بنغسله بالماء لتعقيمه وتنقيته من الأوساخ والأتربة والأوراق، بعدين بنفوته على المعقمة اللي هي بتتعقم بالغاز مشان تقتل الجراثيم واللي فيه بكتيريات، نبعته على العصير مكان العصير، نوضعه بمكان اللي هو الحوض تبع التخزين اللي هو بنقول له نحن عندنا تيغار لوضع عليه للقطر، من ثم إلى عملية التنعيم وسحب أقل ألياف فيها لمرحلة 8 دوزيم الثقب الواحد للمصفاية، ومن ثم ينتقل بالعربيات لمكان المد. الصبح بنجي الساعة 5:30، بنقسم بنات لهنيك على الفرز المشمش وعلى الغسيل، وقسم تلاقي لك إياه بنجيبه لهون على المد. بيجي لعندي لهون على الدف، الدف بيكون مطلي بالزيت البلدي، بصب انا من العربه اي على الدف، بنوضعه 5 ايام بالشمس، بعد 5 ايام بنقلعه العصر، الصبح ثاني يوم بنمده. ماده الامردين تستهلك اكثر شيء برمضان، هاي كماده رمضانيه، هاي مرطبه جوف. اما المربيات تستهلك كل الاعوام، ما لها في منكهات ولا في اي شيء. بما انه كانت نحن الخبراء واليد العامله موجوده قبل الازمه، كان كله يطلع من دمشق من سوريا، ما في حاجه لاستيراد خارجي. بعد ايدي الخبراء اللي كانت العامله موجوده وتهجرت لبرا باسماء انشات معامل، بس استعملوا معامل اليه وليس طبيعي، لا احمل نفس الجوده ولا نفس الفائده. استعملوا خبرة كل خبرتهم بس ما طلعت نفس الجودة. كمدينة دمشق بكاملة ما تنتج 1000 طن، أما هلأ في عشرات الآلاف الأطنان بتنتج كمدينة دمشق وبالصدر.